ابتداء من اليوم القضاة ديال المجلس على الحسابات والمجالس الجهويه للحسابات ما خاصش يبقى يتعطاهم البيروات نهائيا، خاصهم ينزلوا للتيران يشوفوا الفلوس ديال الشعب فين كتخسر وفين كتبدر، ولا نزلوا للتيران. عندي اليقين بان ما غيحكوش راسهم وما غيلقاوش الوقت فين يريحوا في البيروات. الامثله على تبذير المال العام متعدده، ولكن اليوم جبنا باش نوريكم واحد النموذج على وهو القنطره اللي كاينه فوق لوطوروت ديال لاغوكات سيد ديال الدار البيضاء اللي كتربط ما بين لافيل فيرت في بوسكوره وما بين عين الشق عبر سيدي مسعود. هذه القنطره اللي تخسرت فيها تقريبا 900 مليون ديال السنتيم، والمشكل انها تخسرت فيها 900 مليون ديال السنتيم ودازت حوالي 10 سنوات بدون ان تفتح في وجه العموم باش نخفوا الضغط على طريق سد دارت اللي كتعرف واحد الاختناق وواحد الاشباع رهيب جدا. والطامه الكبرى انه دازت 10 سنين والدوله فاقت قالت لا حق القنطره راه هارطه كيتسطحوا فيها الرموكات، وتم يعني قطع واحد البودره بدعوى ان القنطره هارطه. وهنا الاسئله الكبرى، اذا كانت القنطره هارطه 10 سنين يلا فقتي الدوله باش تشوفي بان القنطره هارطه، جوج ثلاثه هذوك لي رينيون شونتي والقنطره كتبنى، واش دوك لي رينيون شونتي ما كانوش المراقبين ديال الجماعه وديال لا دي ام وديال الوكاله وديال الولايه وديال العماله ما كانوش كيشوفوا؟ ثالثا واش القناطر في المغرب ياك عندهم واحد العلوم محدد ومعروف اذا هذه القنطره احترمات هذاك العلوم المحدود؟ رابعا او خامسا الا كنا غنقطعوا البودره من هذه الجهه خاصها تقطع من هذه الجهه او تريب كاريمو، هذا في حاله ما اذا ثبت بان القنطره راه هارطه. اذا هنا الاسئله الكبرى التي تطرح حول الدواعي التي دفعت بالدوله الى الادعاء بان هذه القنطره محذوره. علاش؟ حيث المشروع اصلا كان يجب ان تنجزه الشركات العقاريه الكبرى التي استفادت من الكعكه ومن الصفقه ديال بناء الالاف ديال الفيلات والالاف ديال العمارات في لافيل فيرت. الان الشركات بنات وباعت ودات الارباح ديالها ومشات، والسلطه العموميه ما عندهاش الان شي مخرج فاش غتشد هذوك الشركات باش يكملوا هذا المشروع. والطامه الثانيه هو ان هذه الطريق هذه حتى وان توفرت الاراده الان لانجازه راه كتخرج في لاهو طونسيون ديال لوينو اللي المسؤولين ديال ولايه الدار البيضاء لما سطروا هذا المشروع ما داروش في الحسبان ديالهم بان الطريق راه غتخرج في لاهو طونسيون. وحده من جوج، يا اما ما نسقوش مع لوينو يا اما لم يرصدوا الاعتمادات اللازمه باش يتردم هذاك لاهو طونسيون تحت الارض. والان ها نحن نرى العبث، يعني الاف السكان الموجودين في هذا الحوض ديال عين الشق وفي الحوض ديال بوسكوره يعانون الحصار يوميا ويعانون الويلات في الطريق ديال تدارس. بسبب ماذا؟ بسبب هذه المشاريع المفلسه وبسبب الطريقه يعني الكارثيه التي تدير بها يعني السلطات العموميه الاوراش الكبرى ديال مدينه الدار البيضاء.